زيارة تاريخية يقوم بها الرئيس السيسي لموزمبيق بحث خلالها العديد من المجالات. الرئيس السيسي أكد أن مصر لم تحارب الإرهاب أمنيا فقط، لكنها أيضا حرصت على البناء والتنمية والتعمير. تكلمنا فيما يخص الإرهاب على أن دي تجربة لنا، تجربة فيها في مصر منذ السبعينات القرن الماضي، واللي هي عبارة عن محصلة جهل وتخلف وفقر.